ينمو الجنين داخل بطن الأم ويمر أثناء النمو بمراحل متعددة، وكذلك يبدأ الجهاز التنفسي في التطور ويمر بعدة مراحل. تبدأ المرحلة الأولى بحلول الأسبوع الرابع، حيث تبدأ الأنسجة الخارجية للجهاز التنفسي في النمو حتى تتحد مع أنسجة الجلد في البلعوم، وفي نفس الوقت تقريبا يبدأ تكون براعم الرئة. ويمكن تعريف براعم الرئة على أنها هيكل على شكل قبة يتكون من أنسجة تنفتح من المقدمة. بعد ذلك ينمو الجزء الخارجي من هذا الهيكل وتتكون القصبة الهوائية، وفي نفس الأسبوع يبدأ نمو براعم الشعب الهوائية. خلال المرحلة الثانية لنمو الجهاز التنفسي، والتي تبدأ من الأسبوع السابع إلى الأسبوع السادس عشر، تستمر براعم الشعب الهوائية في النمو والتفرع، وتبدأ هذه البراعم في تطوير نفسها حتى يتم تشكيل جميع القصبات الهوائية. وبحلول الأسبوع الثالث عشر تبدأ القصبات الهوائية في التوسع في الحجم، وفي نهاية هذه المرحلة بحلول الأسبوع السادس عشر تتكون القصبات التنفسية. وفي هذه المرحلة يكون عند الجنين جميع الهياكل الرئوية الرئيسية المسؤولة عن التنفس. وتبدأ المرحلة الثالثة من نمو الجهاز التنفسي عند الجنين بحلول الأسبوع السادس عشر، وتنتهي مع الأسبوع الرابع والعشرون، حيث تبدأ هذه المرحلة بمجرد أن تتشكل القصبات التنفسية وتبدأ مرحلة تطوير الأوعية الدموية. وفي حوالي الأسبوع التاسع عشر تكون قد تكونت بالفعل جميع القصبات التنفسية، كما تبدأ الخلايا المبطنة للهياكل التنفسية في تشكيل الخلايا الرئوية من النوع الأول والنوع الثاني. وبمجرد نمو الخلايا من النوع الثاني في حلول الأسبوع العشرون يبدأ الجنين في التنفس. خلال المرحلة الرابعة من نمو الجهاز التنفسي للجنين يحدث نمو وتطور كبير في الجهاز التنفسي، وذلك مع بداية الأسبوع الرابع والعشرون، حيث يستمر الجهاز التنفسي في التوسع وتطور الأسطح التي ستشكل غشاء الجهاز التنفسي بشكل أكبر. وفي ذلك الوقت تكون قد تكونت الشعيرات الدموية الرئوية وتستمر في التوسع، ما يخلق مساحة سطح كبيرة لتبادل الغازات. ويحدث العامل الرئيسي لتطور الجهاز التنفسي عند الجنين عند حلول الأسبوع الثامن والعشرون. في هذا الوقت يتنفس الجنين من تلقاء نفسه، ومع ذلك تستمر الحويصلات الهوائية في التطور والنضج في مرحلة الطفولة، ولا تتطور المجموعة الهوائية بشكل كامل حتى حوالي 8 سنوات من العمر. وعند دراسة تطور الجهاز التنفسي للجنين نجد أن حركات تنفس الجنين ليست واضحة تماما، ويمكن ملاحظتها بداية من الأسبوع 21 من تطور الجهاز التنفسي. ولقد أظهرت الدراسات أن حركات تنفس الجنين تشمل تقلصات العضلات التي تتسبب في استنشاق السائل الأمنيوسي، كما تكون حركات تنفس الجنين ليست مستمرة، وقد تشمل فترات من الحركات المتكررة وفترات عدم الحركة. ويمكن أن تؤثر عوامل أخرى متعلقة بالأم على تواتر حركات التنفس. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم، والتي تسمى فرط سكر الدم، إلى زيادة عدد حركات التنفس. وعلى العكس من ذلك، يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات الجلوكوز في الدم المعروف باسم نقص السكر في الدم إلى تقليل عدد حركات تنفس الجنين. وأثبتت الدراسات العلمية أن التدخين يقلل من معدلات تنفس الجنين، وقد يساعد تنفس الجنين داخل بطن الأم على تهدئة العضلات، هذا استعدادا لحركات التنفس بمجرد ولادة الجنين. وقد يساعد أيضا في تكوين الحويصلات الهوائية، وتعتبر حركات تنفس الجنين علامة على صحة قوية. وأشارت الدراسات أنه قبل الولادة تمتلئ الرئتان بالسائل الأمنيوسي والمخاط، وعندما تبدأ عملية ولادة الجنين عبر قناة الولادة يتم ضغط تجويف الجنين الصدري، مما يطرد الكثير من هذا السائل، ومع ذلك تبقى بعض السوائل، ولكن الجسم يمتصها بسرعة بعد الولادة بوقت قصير، ويحدث أول تنفس بعد الولادة في غضون 10 ثواني بعد الولادة، وتبدأ الرئتين في التضخم نتيجة وجود المخاط والسائل الأمنيوسي، كما تؤدي الولادة المبكرة قبل حوالي 26 أسبوعا من الحمل في كثير من الأحيان إلى ضائقة تنفسية شديدة. وعلى الرغم من تقدم الطب في هذه الآونة، إلا أن الولادة المبكرة للجنين خصوصا قبل الأسبوع السادس والعشرون
قد تسبب مشاكل كبيرة، لذلك تكون احتمالات البقاء على قيد الحياة منخفضة.